عبادي فأجيب كل ما قال رسولي قوله نور وهادي واتباع لسبيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف فدع عليهم. المسلمون بعد نصر وظفر في مكة وبعد فتح مكة ذهبوا إلى غزوة حنين، وكان النصر أيضا بعد هزيمة مبدئية أعجبتهم يومئذ كثرتهم. بعدها هرب المشركون وتحصنوا في الطائف. إنها ثقيف، القبيلة القوية التي كانت تضاهي قريشا في نسبها وقوتها وتجارتها وسلطانها. ثقيف تحصنت ولم ترد إلا أن تكسر شوكة المسلمين، عسى إذا ذهبت شوكة قريش أن تبقى الشوكة لهم والسلطان لهم، فيعيدوا بسط نفوذهم ويأخذوا السلطان لهم من بعد قريش. بدأت المعركة وأخذ المسلمون يحاولون كسر هذا الحصن، لكن النبال كانت تضربهم وتحرقهم. يعاود الكرة والمكرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم برؤيته لا يريد أن يكون هذا الفتح كسرا لثقيف، ولا يريد أن يذل ثقيف. بدأت المعركة، أراده أن يخضعهم للإسلام، أن يحاصرهم لعلهم أن يدخلوا في الإسلام كأمثالهم في مكة، ثم يأتي العفو عنهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن ثقيف أبد، وبدأ القتال والقتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أزمع أن يعود. لماذا؟ لأنه استشار، فقالوا يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لن يضرك. فقام صلى الله عليه وسلم وعزم على الرحيل. غضب أصحاب رسول الله غضبا كبيرا، يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف فدع عليهم. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن استجاب، فرفع يديه وقال: اللهم اهد ثقيف وأت بهم مسلمين، اللهم اهد ثقيف وأت بهم مسلمين. وهذا الذي حصل. ذهبت ثقيف وراجعت من حساباتها الكثير، وعادت فدخلت في دين الله أفواجا، دخلت وأصبحت جنديا من جنود الإسلام. هل سمعتم بمحمد بن القاسم الثقفي؟ إنه ثمرة من ثمرات هذه الدعوة، اللهم اهد ثقيف. هل سمعتم بأبي محجن الثقفي الذي كان بطل القادسية؟ ما كان، كان من ثقيف، ثقيف التي فتحت البلاد. محمد بن القاسم وهو ابن 18 حجة فتح البلاد، لكن أيها الإخوة، البلاد التي فتحها المسلمون كانت متأثرة بالمنهج النبوي، اللهم اهد ثقيف. كان الهدف هداية هذه البلاد، ليس اكتساح أرضهم، وليس أخذ النساء السبايا لهم، وليس كان الهدف هو أخذ أموالهم. لم يكن الجهاد من أجل هذا أيها الإخوة، كان الهدف امتثالا لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يدفن في مقابر المدينة ومكة، لم يدفن في البقيع ولا في المعلى، سوى عشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باقي الصحابة أين ذهبوا؟ ذهبوا فانطلقوا في البلاد ينشرون الإسلام وينشرون العدل. لم يكن هدف المسلمين فقط أخذ أكبر أراض، إنما هو نشر الإسلام في أكبر أرض ضمن هدف. ما هو؟
أن يدخل الإسلام إلى قلوب أصحابهم، إلى قلوب أصحابهم الذين سيصبحون معشرهم وأرضهم. وهذا ما يعلل أن سيدنا عمر بن عبد العزيز أرسل إلى أهل إلى قاضي سمرقند أن يسمع منهم فعلا إذا كان المسلمون قد اجتاحوا الأرض هكذا ولم يمهلوا أهلها لا بثلاثة أيام، ولم يصبروا عليهم ولم يعرضوا عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال، إنما اجتاحوها تسرعا خشية أن يجتمع أهلها فيقاتلوا المسلمين، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن يأتي الأمر بخروج المسلمين من سمرقند، نعم، وتعود المدينة لأهل الكفر، نعم، لا أن نخسر قيمنا. أن تخسر أرضا فتلك معركة، أما أن تخسر قيمك فقد خسرت هدفك وخسرت مشروعك وخسرت مستقبلك. وهذا الذي جعل سيدنا عمر بن عبد العزيز يثبت فعل سليمان بن عبد الملك الذي أوقف الفتوحات بعد أن أصبح المسلمون عند جبال الألب في فرنسا، وعندما أصبح المسلمون وقد دخلوا الصين، ما الذي أوقفهم؟ لأنه وجد أن الأراضي تفتح ولا يتشبث فيها ولا يتشعب الإسلام فيها ولا يتشبع أهلها من الإسلام، فالقضاء كان فيه خلل ونشر الإسلام والعقيدة فيه خلل. ما الفائدة؟ الأصل أن تزرع في قلوب الذين الأراضي الذين أكرمك الله بفتح هذه الأراضي، هذا الشعب يجب أن تزرع فيهم حب الإسلام فيحمل راية الإسلام. وهذا ما فعل بالضبط تماما ما فعله المسلمون في الهند لما تشعب الإسلام فيهم، أقيمت إمبراطورية إسلامية من الهند نشرت الإسلام وحملت الإسلام على عاتقها، ولم يحملها العرب فقط أوصلوا إلى الهند، لكن أوصلوا لهم إسلاما حقيقيا، رحمة وأخلاقا وعدلا وحضارة وازدهارا وحبا للشعوب الأخرى. فما كان من شعوب الهند ومملكة الهند وملوك الهند إلا أن حملوا القرآن وأخذوا ينشروا راية الإسلام في شرق آسيا. لماذا؟ لأنهم فهموا اللهم اهد ثقيف وأت بهم مسلمين، إنها الرحمة التي إن نزعت من قلب المجاهد أصبح قاطع طريق، أصبحت أيها المجاهد قاطع طريق إن فهمت أن القتال هو اجتياح أراض وبعد عن منهج الإسلام. المبادئ هي التي تسود، أما الأراضي فسوف تعود إلا إذا غابت القيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويصلح أهل المعصية فيها. اللهم اهدي شعوب العالم على أيدي المسلمين وأت بهم مسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عبادي فأجيب كلما